أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي متتبعي الأفاضل متفرجي السيدة جميلة، صباح مبارك إن شاء الله، نهار طيب على جميع المسلمين والمسلمات إن شاء الله. أيثما يسمى العباد يتبع السنون دام بارك دام بروك الزول دام قرا في اللون وكل إن شاء الله. مي فخير مي سور كي ستخوف أور دو لالجيري، بون جورني بون جورني بون بيل جورني بور تو الموند. جيسبر كو فوز إت توس أون بون سونتي إن شاء الله إي بارفي. سيت ماتيني جو في فو ليغ أن بو دو قران هالصباح هذا قبل ما نرجع، باسكو كاني كنت في استراحة من الفيلم التورناج تاع الفيلم تاعي، روحت للدار نتاعي باش نروبوزي يومين، وان شاء الله اليوم راح نرجع باش نواصل التصوير نتاعي. ما لا ما حبيتش نخلي احبائي هكذاك، ما نخليكمش اسما نفارقكم اليوم على وقع آيات بينات من القرآن الكريم. نبداو به الصباح تاعنا ان شاء الله باش تفتح ابواب الارزاق، ربي يرزقنا إن شاء الله من فضله الكثير الذي لا ينفد. أنا مفرق نتشيل وناس بحيث يا بس كذو اللي غل في المينو فقدت القرآن الكريم، نهدي آيات بينات طيبة نقرأها من القلب من القلب. وكاينين ناس راهم ينتقدوني كي نقرأ القرآن. Quand je lis le Coran, il y a beaucoup de gens qui me provoquent parce que نايا مانيش حافظة القرآن الكريم، مي نقراه je le lis avec mes sentiments. انا كي نقرا القران يا خوتي نعيشو، ما لا نخليكم تعيشوا معايا ايات بينات حتى نرجع من الفيلم تاعي ونواصلوا الحيويه تاع السيده جميله واش تشتي تقدم لكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم شهد علينا هذا القرآن الكريم. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم إن شاء الله شفاء لكل المرضى. اللهم ببركة القرآن الكريم افتح لنا أبواب الرزق يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن الكريم اشفنا من كل أمراضنا يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن الكريم اختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم ببركة القرآن الكريم اختم لنا على الشهادتين وسهل علينا سكرات الموت إن شاء الله. اللهم بفضل وببركة القرآن الكريم اجعلنا من ضيوف الله الكرام حين نعود إليك يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن الكريم ثبت ألسنتنا على حسن الإجابة على السؤال إن شاء الله. اللهم ببركة القرآن الكريم خذ بأيدينا على حسن عبور الصراط المستقيم مثل لمحة البرق يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن الكريم طمئن قلوبنا في قبورنا. اللهم اجعل قبورنا رياض من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار. اللهم يا ربي اجعل لنا هذا القرآن الكريم شهيدا لنا يوم القيامة واجعله لنا شفيعا إن شاء الله واجعله لنا مؤنسا في قبورنا إن شاء الله يا رب العالمين ببركة القرآن الكريم. ارزقنا اللهم برؤية نور وجهك الكريم ونور وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم اشهدوا علينا وعلى آبائنا وذرياتنا وجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعواي أن الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا.